الضغط على البنت أو الولد علشان يتجوزوا حد معين إحنا شايفينه كويس. في حالة إنه الولد والبنت مش متقبلين الحد ده، اللي بيحصل من معظم الأسر الطبيعية العادية: يا ابني يا ابني دي كويسة، يا ابني يا حبيبي أمك عارفة عايزة مصلحتك، مش عايزها مش عايزها مش عايزها، خلاص عنك ما اتجوزتها، ده يعني إيه كبرنا أو كبير أي ناس عادية. إنما في بعض الأماكن ممكن يكون في قرى مثلا معينة، في أماكن قبلية، إنه لازم هتتجوز بنت عمك، يعني هتتجوز بنت عمك تتشال تتهبت تروح مش هتشتغل معايا، مش هتبقى ابني ولا أعرفك، هتتجوزي قريبنا، يعني هتتجوزي قريبنا اللي جاي من بره، ده جاهز ده كذا، طب أنا مش بحبه، ما فيش عندناش الكلام ده، وبرجلين الكرسي تاخد على دماغها فين يوجعك، وهتتجوزي يعني هتتجوزي، وضغط رهيب. طول حياتي يعني وانا ماشيه كنت بقابل نماذج كتير قوي كده. فمره قابلت يعني بنوته، وكانت بتتدرب معايا في كورس مذيعات من فتره كده زمان، وحكيت لي قصه غريبه جدا، انا ما كنتش مطلعه على الثقافات دي اللي هي الثقافات القبليه، اللي هم كلهم هم قبائل، يعني هم شكلهم يعني ناس عادية عايشين ومندمجين معانا في القاهرة وساكنين في حتت عادية وبشغلانات عادية، بس هم قبائل. فالقبائل دي عادات قبلية ما فيهاش هزار، ده كأن هم مثلا استغفر الله العظيم يا رب كانوا بيكفروا يعني لو راحت عجبها حد من بره كأنها خرجت بره الملة أو بره دينها، أو يعني حاجة غريبة أقول لها يعني إيه، يعني أنت باباكي تقولي بابا مهندس، ماما مش عارفة كده، فللدرجة ان هم ولو باباها وافقها بتقولي انا صعبت على بابا فبابا وافقني، فالعيلة كلها قطعت بابا وبقينا منبوذين ببابا بماما، بكده بقينا منبوذين من العيلة، لا يحضروا لنا عزا ولا مش عارفة يقفوا معانا في ايه، للدرجة دي يعني الموضوع. التعصب والعصبية الشديدة لان انا لازم اجوزك اللي يتماشى مع تقاليدنا مثلا او دماغنا او قريبنا او كده، يوصل لدرجة لحد المقاطعة. طيب لو قلبنا بقى الآية والعكس بقى صحيح، دلوقتي لو جت البنت ضغطت على ابوها وامها ان هي مصممة وراكبة دماغها وهتجوزه، يعني هتجوزه ولو ما وافقتوش يا اما هرمي نفسي من البلكونة يا اما مش عارفة هتجوزه، وممكن تخرج عن طوع اهلها، ممكن، هل بيحصل كده؟ طيب وهل بيندموا؟ كتير بيندموا كتير. ليه؟ لانه يعني هي بتخرج بره طوع اهلها بالذات لو بنت. طب الولد هل بيندم؟ لسه مؤخرا جايالي قصة من الزوجة بتقولي انه الاهل الزوج ما كانوش موافقين عليها خالص خالص، وهو حاول يتقدم لها وحاول يقنعهم ما وافقوش، قال لهم خلاص اروح اتجوزها لوحدي، وراح تقدم لها واتجوزها لوحده من غير اهله. الغريبة ان اهلها وافقوا واشتروه، وبتقول الحمد لله وكان قراري صح وانا وافقت اتجوزه، وهو بصراحة لغاية دلوقتي راجل كويس، بس هو يعني هي معادية أهله، يعني لغاية دلوقتي هي معادية أهله. فموضوع إنه إحنا نضغط، الطرف ده يضغط على الطرف الصغير أو الطرف الصغير يضغط على الطرف الكبير، ونعيش عمرنا كله بقى بعد كده المتبقي من عمرنا، يعني أنا بس عايزة اللي بيتفرج علينا ومتابع الحلقة يبص لقدام قيمة الحياة إيه من غير أمي وأبويا أو من غير بنتي وابني. طب ما هو ابني هو اللي هيلبس، يلبس انا مالي من الاخر، يعني في الاخر هو هيلبس برضو، بس انت هتقطعيه ليه؟ مروة الصعيدي، ازيك يا مروة؟ واكيد قابلت القصص دي. انا عايزة طبعا الناس تشترك معانا وتبعت لنا او تحكي لنا فكرة الضغط في الجواز دي في الآخر النهاية بيوصلوا لفين؟ لا ده بصي، هو تقريبا 90% من المشاكل دلوقتي في الجوازات بسبب الضغط أو بسبب العصبية القبلية. لك أن تتخيلي أن ممكن الأهل يضغطوا على البنت أو المجتمع يضغط على البنت أنها تتجوز، لدرجة أن بتجيلي بنات تقولي أنا هتجوز عشان أخلف وبعدين أبقى أطلق. هي داخلة
ده الهدف، مش عشان تتجوز، هي داخله الهدف ان انا عايزه الضغط ده يقل عني والناس تسكت. انت ما اتجوزتيش ليه؟ مستني تخلفي امتى؟ هتعملي امتى؟ فوصلنا لدرجه يا دعاء ان انا ممكن اتجوز عشان اخلف عشان الناس تسكت عشان انا ارتاح من الضغط. اللي قبلنا قالوا ايه؟ اي حاجه في الدنيا بالخناق الا الجواز بالاتفاق. والاتفاق هنا يا جماعه ما بيبقاش اتفاق البنت والولد او الزوج او العروسه والعريس، لا. احنا مش اتنين بنتجوز، احنا عيلتين بندخل في بعض. وفي بعد كده احفاد، او في بعد كده ابناء، بيربطوا الاتنين ببعض اكتر. بمعنى انا ضغطت على اهلي علشان اتجوز واحد واهلي مش متقبلين، ماشي. انا دلوقتي عندي ولاد، فانا هروح عند اهلي هيسمعوا كلام وحش عن باباهم، هروح عند اهله هيسمعوا كلام وحش عن اهلي. فانا كده عملت ايه؟ جبت جيل تاني هو مش متقبل الاتنين. اتجوزت عشان المجتمع يسكت، عشان الناس بقت شايفه انه اقوى انجازات البنت او الولد ان هو يتجوز ويفتح بيت، فانا اضطريت ان انا اتجوز جوازه مش مناسبه ليا لمجرد ان الناس تسكت. الناس مش بتسكت، بس انت بتفضلي تعاني. انت بتفضلي تعاني. طيب لو انت مش بتعاني، البني ادم اللي انت جبتيه للدنيا ده هو ذنبه ايه انه يعيش طول عمره مثلا مع اب مش موجود، او مع اب ما كانش اختيار مناسب؟ انت تقدري بعد كده تكملي حياتك، تتجوزي تاني او متتجوزيش. ولادك مش هيقدروا يغيروا اساميهم، مش هيعرفوا يغيروا اهاليهم. فانا لما باجي اتجوز يا جماعه لازم اختار قبل العريس عمام وعمات ولادي. الزوج بيختار خلان وخالات ولاده. فعشان كده الدين عندنا يا دعاء قال لك اساسيات، منها التكافؤ الاجتماعي والاخلاق. طيب والدين. انا عايزه اسال سؤال، فكره انه انا ما فيش قبول للشخص ده، يعني جاي سيده فاضله وقابلتها بره يعني في مكان ما بالصدفه يعني، وجت عرفتني بنفسها وست لطيفه ولابسه كويس شكلها طبيعي يعني عاديه، فلقيتها بعتالي بعد كده رساله بتحكي لي انها اتجوزت غصب عنها، هي ست يعني اكبر مني. فاتجوزت غصب عنها وانها عايشه طول عمرها بفكره كبيره جواها انه ان هي مش بتحب الشخص اللي هي اتجوزته ده. بس رضخت للضغط بتاع اهلها علشان هو راجل مناسب او راجل خلاص هو راجل جاهز. مناسب جاهز. بس بتشوف كل عيب فيه كبير قوي لدرجه ان هي بتقول لا حسيت بحب، انا عشت عمري كله عشان اربي ولادي وخلاص وكده، وحياتي كده خلصت وانتهت. و يعني طب ليه هو راجل وحش؟ قالت لي هو مش وحش، بس انا اي عيب، ما هو كل يعني مفيش حد ما فيهوش عيوب، انا في عيوب، انت فيك عيوب، كل الناس فيها عيوب. فهو اي عيب فيه يكبر قوي 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 ويبلع كل المميزات اللي فيه، هي مش عارفه تشوف اي ولا ميزه. طبعا. ليه؟ لانه اتضغط عليها في الاول، وتفضل طول الوقت تقول لي فضلت اقتت في امي اقول لها انت السبب عند اي حاجه، تصحى من النوم تكلمها تقول لها يعني يا ماما انا هفضل طول عمري، بتقول لي حتى لدرجه امي ماتت زعلانه. ف هو للدرجه دي يعني ممكن الموضوع ده يعمل العقده دي؟ ولا لو هو راجل طباعه كويسه، ولا هو فعلا مش كويس؟ لو هو راجل طباعه كويسه ليه ما احبوش وليه ما بقاش كويسه معاه والموضوع يخلص يعني؟ طيب خلينا نتكلم من الناحيه النفسيه. كل البني ادمين دايما يقول لك كل المفروض مرفوض. اي حاجه بيتضغط عليا عشان اعملها هتلاقيني بعملها، بس مش باحسن طريقه. بعملها وانا نفسي مسدوده. طيب البني ادمين بقى ان الارواح جنود مجنده، ما تقابل منها ائتلف وما تقابل منها اختلف، تمام. فانا بقت عامله زي اللي اتغصب عليا، اللي هو فتحوا لي بقي بالعافيه وادوني معلقه دواء الكحه المر. فانا مش هركز في اي حاجه، يعني انا مش هركز ان انا خفيت، الكحه راحت، صحتي بقت احسن، لا. انا مش بفضل فاكره غير ان ده الدواء ده كان طعمه مر وانتوا غصبتوني اخده. فدي العقل، الفكره اللي بتفضل مسيطره على عقلي. المشكله كمان يا دعاء ان اللي بيتعرض للحادثه دي او للموقف ده ما بيديش فرصه لنفسه انه يتقبل او انه يقعد يتفرج. طب اشوف ايه المميزات اللي في الراجل ده؟
ايه الحاجة الكويسة اللي فيه؟ ليه اهلي كانوا شايفين فيه حاجة كويسة بس انا ما كنتش شايفة ان هو مناسب ليا؟ و90% من رأي الاهل يا دعاء بيكون صح. ليه بقى؟ لان اللي لسه مرتبطين جداد، عارفة احنا بنقول عليها الشغف، اللي هي مراية الحب، انت مش شايفة، انت مش شايفة العيوب، انت مش شايفة البعيد. انما اهلي واهلك بيبقوا شايفين اكتر بعين الخبرة. طب الخبرة هتحط القبول جوه قلب البنت؟ لا،